في تل أبيب وعسقلان بصواريخ القسام. يعني نرجع برضو في نفس الإطار والمبادرة، تم رفضها يا جماعة لأن هم بيملوا شروطهم، على مين؟ وإحنا ليس أساسا طرف يعني في الموضوع، بيملوا شروطهم إن معبر رفح معبر رفح يفتح بصورة دائمة، وإن هو يتحط تحت إشراف دولي رفح، المصرية. لا إما الشرط ده، لا إما بلاش، لا إما نتقتل. طب ما إحنا مالنا يعني برضو يعني بعيدا بقى عن شعارات مصر الشقيقة الكبرى، لكن الشقيقة الكبرى انتوا بقالكم 4 سنين مواجبين معاها يعني.